عودة المجلس الرئاسي إلى هذه المدينة اليمنية بسرية تامة والكشف عن أول خطوة، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف مصدر في مكتب المجلس الرئاسي اليمني عن عودة سرية للمجلس إلى إحدى المدن اليمنية خلال الأيام القادمة، ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن مصدر في مكتب المجلس الرئاسي اليمني المستحدث أخيراً فضل عدم ذكر اسمه قوله إن رئيس وأعضاء المجلس يستعدون للعودة إلى الداخل اليمني لأداء اليمين الدستورية أمام هيئة الرئاسة وأعضاء البرلمان اليمني في الداخل. وأوضح المصدر أن الترتيبات الجارية بدعم من السعودية ومجلس التعاون الخليجي تقضي بعدم إبداء المزيد من الإيضاحات حول موعد ومكان العودة. وقالت الصحيفة إن العودة ستكون إلى عدن، موضحة أن سبب إخفاء موعد ومكان عودة المجلس ناتج عن الاحتياطات الأمنية التي يتخذها المجلس خشية أي استهداف كالذي حدث لحكومة المناصفة عندما تعرضت الطائرة التي كانت تقلها لقصف بثلاثة صواريخ حوثية لحظة رسوها في مدرج التشريفات بمطار عدن جنوبي اليمن مطلع يناير كانون الثاني العام الماضي. وكان عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي قال خلال لقاء سابق مع إعلاميين إن عدن ستكون عاصمة قوية ومركز للقرار والجهود السياسية لتحرير كل اليمن. المجلس الرئاسي أتى من الميدان والجبهات ويمثل المقاتلين. كشفت مصادر عن الترتيبات الأخيرة لاستقبال المجلس الرئاسي في عدن. وقالت مصادر ترتيبات لنزول المجلس الرئاسي وأعضاء مجلس النواب والحكومة ومجلس الشورى إلى عدن على دفعات خلال الساعات القادمة. وأضافت مع تحفظ وتكتم في تحديد الوقت خوفا من أي استهداف رغم نصب قواعد دفاعات الجوية باتريوت يوم أمس بعدن عاصمة اليمن. واختتمت وسترفع فيها راية الوطن الواحد لحماية ألوية الانتقال بالإضافة لقوات تابعة لطارق صالح.